بهذا المقطع راح اشرح لك يا عزيزي كيف تكون تاجر ناجح وتكون ذكي بنفس الوقت، لان ما ينفع اي واحد يجي يقول لك انا تاجر ويكون غبي يعني، فلازم تجمع هذول الاثنين عشان تطلع ممك هالو معك. صرت اشوف نفسي الان صار معي 200 مليون يا جماعه الخير، والله شوف فلوسي، بالله شوف فلوسي، معي كان معي 208 مليون كمان، ولكن اشتريت طياره. اي نعم صار معي فلوسي، حق لي اني اشتري ايش يا جماعه الخير. اتمنى تروحون وتجيبون شيء تتسلون فيه، لاني راح اسرد لكم كذا بس قصه خفيفه لطيفه عشان اشرح لكم اللي صار معنا هنا، لان انا الى الان مو مصدق والله. انا ممكن بعض منكم يقول لي ممكن انت نصبت على الرجال، انا مالي دخل، انا مالي دخل، انا التجارة الذكية هنا تصير. زبدة يا جماعة الخير، في يوم من الايام انا كنت جالس كذا، هذا الكلام تقريبا من 6-7 ايام يعني، اللي ما يعرف انا بالليل احب اروح اشوف مكتب العقارات وهذه الامور كذا خلف الكواليس عشان اشوف اخر الاخبار يعني، الا اني اشوف بيت معروض للبيع معاه هيليباد يا جماعة الخير بمبلغ 49 مليون. انا هنا استغربت، قلت معقوله بيت مع هيليباد 49 مليون؟ مع العلم يا جماعه الخير اسعار السيرفر ما صارت كذا ابدا، يعني انت تحلم انك تحصل بيت مع هيليباد باقل من 100 مليون. شفتها فرصه مناسبه، كان معي وقتها 45 مليون ناقصني كم مليون، فشحدنا فلوس يمين يسار يا جماعه الخير وشحنا شويتين وفتحنا باكجات. فانا ما توقعت اصلا اني راح اشتري البيت بنفس الوقت، قلت بشتري البيت وبكره بصور لكم مقطع عنه يا جماعه الخير، علشان يعني تعرفون انا احب دائما اني اصور مقاطع اشارككم فيها كل شيء، ولكن للاسف الشديد الوقت اللي كنت داخل فيه كان جدا متاخر ومالي حيل ومالي نفس اني اصور، خاصه اني كنت مصور مقاطع يعني شويتين من البرمجه ومنتج كذا طالع من جو منتج، ما كان لي نفس ابدا اني اسوي اي شيء. اللي ما يعرف انا اسوي دوره برمجه الان يعني على محرك الانريل انجن، فيها ملتي بلاير على نظام الستيم تشتغل وكل شيء، وراح اعرض لكم مقطع قريبا جدا عن هذا الامر، ولكن هذا مو فكرتنا. انا ايش اكلمكم لا مدري والله، المهم يا يعني شباب كان نكمل. المهم رحت وعرضت بنفس اللحظه اللي اشتريت هذا البيت فيها ب 49 مليون 149 مليون يا جماعه الخير، بنفس اليوم عرضها. يعني من يعني انت يعني شوف، اذا انت كنت شخص ذكي كنت اكيد ما سويت الحركه، لان ما في حد اصلا في مخ يسوي ذي الحركه يا جماعه. فعرضتها 149 مليون، رحت نمت وصحيت اليوم الثاني وحصلت فلوسي. يعني انت مستوعب الفكره اللي صارت العشوائيه؟ انا صحيت مزعوج كثير جدا، مزعوج والله اني صحيت مزعوج يا شباب، انا مقهور جدا. ليش مقهور؟ لان ما صورت لكم مقطع ما شفتوا ايش صار معنا. انا ودي اشارك معكم، انا ما احب اني اصور شيء، انا ما احب تصير اي احداث خلف الكواليس، ابي اشارك معكم كل لحظه اسويها. بنفس اليوم شفت في بيت معروض للمزاد للبيع، فحاولت اني اصور لكم مقطع عنه لهذا البيت اني احاول احصل عليه بما انه صار معي 200 مليون. قلت يلا ليتس جو، صار معي وقتها 200 مليون يعني شحنت باكجات، وهذا كان معي 208 مليون كمان يعني، ولكن قلت لكم صرفتهم على الطياره وبوريكم بعد شوي ايش هي الطياره. ولكن فكره الموضوع اللي صار انه شاركت بهذا المزاد وريتني ما شاركت، هذه اكبر دليل. شوف بنفسك وامام عينك ليش السيرفر صاير جدا صعب انك تحصل عليه، شوف بنفسك. والله جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله تفصل. ليتس جو، يلا يا رب ما يفصل. يلا رح نبدا الان. 135 مليون 3-2-1 حط عليها الان، ابلع هاي مستر ميوزك حط الان، خلينا نشوف يا رب. الا روحي نامي. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، باقي 70 مليون معي باريو، لو اخذنا البيت بهالسعر بدون هي والله بيكون معجزه. اح حطت علي، حط علي، ابشري خذي كمان وحده. يلا حطي، حط لوريك، حط. قد بتزيد؟ قد بتزيد؟ 30,000 بس؟ 300,000 عم تزيد، 136 مليون صار، 137 مليون، 137 مليون ونص، ليتس جو. انا برايي اعمل لك كوبي بس على واحده 140,000، 140 مليون. اي والله اي والله. 160 حطيت. كذاب. اوه شيت. تبيك تبيك كذا؟ هذه المعركة بدأت، تفضل 170 مليون، يلا. اعطوني 80 ثلاث شهور. انا تشغل 10 مليون. يا لا حطت على 180 مليون حطت. طار البيت، طار البيت، طار البيت، راح احط شوي شوي عليه الان، طار البيت. والله شكله معاه فلوس كثير هاي والله. يلا بدا المزاد، بدا المزاد، بدا خلص لا تروح، لا تروح. في واحد ثاني دخل على الخط اسمه لانسي مدري ايش، والله لوريكم. انا معي لسه 24 مليون فيني زود عليه، 24 مليون ما فيني، راح انا ليت 200 مليون، ما عاد فيني احط. ليش؟ ما خليني الان حطيت. سعره عم بيطير البيت، مستحيل. والله صار 186 مليون. ما فيني احط، عم بحطه هنا، ما فيني احط، تخيل ما بشيل. ما بتلحق. ما عم لحق، ما عم لحق، حطيت حطيت حطيت. اوه شيت، لك بكم راح يروح 200 مليون. اوه ماي جميل. مين وات؟ مين هذا؟ جميل دينيرو. جميل فاد وات؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، والله راح 200 مليون. لا ولا اوه ماي جاد، طار البيت. قلت لك ما بيلعب بالسيرفر صار. ما شوف ما فيني، ما تحط ثاني دين بيطير البيت على طول، ما بخليك تضبط. واو 100 والله حرام يا اخي والله. اوه ماي جاد، طول بالك. انت اذا معك كل شيء معك 205 مليون، ما فيني اروح اكثر، باي ما بيستاهل يعني بعدين بصير. ما بيخليني مجال، ما في مجال يا رجل. يا اخي شو هذا؟ ما فيني والله يا اخي شو هذا؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، ما عاد عندي، ما بقدر احط. في واحد ثاني فاد يا اخي، عم بعمل بلاي سابيت. اوه وات شيت، شو هاد؟ رحت وجيت 360 صارت 400 مليون. وات 400 مليون
اوه شيت. يعني بالله عليكم بيت ما فيه هليباد يوصل سعره ل 415 مدري 405 مليون، مو طبيعي والله، والله في شيء غلط جالس يصير هنا. فانا الان صرت من اغنى اغنياء السيرفر. اي نعم يا جماعه ابشركم، مام كالو الكينج سويت حركه اسطوريه، والى الان انا مو مصدق شلون صارت هذه الحركه، وانا ما اعرف اذا نصبت على ذاك الشخص ولا لا. ما يدق اي اسم الدجار الذكي يا جماعه الخير. طيب خلينا نروح الان ونشوف اذا اغنى اغنياء انا كم قائمتي الان من اغنى اغنياء يا جماعه الخير. ننزل هنا لتحت الان، هننزل شويتين وراح تشوفون هنا مستر اميوزك يا جماعة الخير مرتبتي 31، كنت تقريبا 28، شرحت لكم كان معي 208 مليون نقصه مرتبة ال 31 على السيرفر ممكن هالو هنا. بس كذا شغل على السريع أرجوكم يا جماعة الخير، بالأمس هذا الموضوع صار وأنا إيه الآن كمان مضايق منه من جديد يا شباب. ليش دائما لما ما أصور تصير معي هذه القصص؟ شوف إيش صار، أنا متت علشان أحصل على هذه السيارة، أنا متت بشكل مو طبيعي. هذه السيارة شوفونها، فتحت منها 500 دولار أقل شيء تعطيك عليه 200 ألف أو 300 ألف ما أذكر، يعني مفروض تطلع مينيمم 10 مليون إذا في حال كله جاك أسوأ شيء. فأنا فتحت ب 500 دولار ما جتني السيارة. بالامس يا جماعة الخير جربت حظي ب 20 دولار فقط، تدرون اي باكج؟ هذا الباكج انا ما كنت اصور، كنت جالس مع باري اتكلم معاه يعني، فبدون هذا قلت لباري خليني اجرب افتح هذا الباكج وجرب حظي فيه، هذا الباكج. صدق ولا تصدق من اول مرة طلعت لي، يعني شوف الغباء، هذاك الباكج متت فيه وهذا من اول مرة طلع لي، كيف كذا انا ما ادري والله شباب في شيء غلط والله، يعني انت متخيل طلعت لي سيارة المرسيدس اي ام جي جي تي بلاك سيريز اللي يمديك تركب عليها اللون اللي تريده بالشكل اللي تريده، وين السيارة وين بوريكم عليها؟ وهذه هي السيارة اللي حطيت عليها هذا اللون، يعني انت متخيل طلعت لي واحدة من افخم السيارات باللعبة، والله ان هذا الامر مو منطقي، مو منطقي ابدا، شوف معنا هذه السيارة، بالله عليكم شوف معنا السيارة، طبعا مدين اغير الوانها بشكل كامل يا جماعة، ابيكم تكتبوا لي الوان الاضاءات هنا ايش تبوني احطها. طبعا هذه السياره تطلع حلوه بالليل مو في النهار ابدا، يعني لازم تكون بالليل عشان تشوف الاضاءه تبعها، ولكن ابيكم تكتبوا لي ايش اللون اللي تحبوني. شوف كيف يضوي، كل هذا ترى الاخضر يضوي، انا حطيت شكله كذا اخضر على الاسود هنا يبين كانه مونستر، مشروب المونستر هذاك تعرفوني يعني. بشوف شكل السياره، بي ام دبليو، هذه هي البي ام دبليو اكس 7، شوف شكلها شباب، يا ساتر وربنا خرافه والله، بس ما اتوقع احلى من سيارتي لان هذه السياره صرت اشوف هي الافضل دائما وابدا يا شباب، هذه السياره وربنا غرافيه شوف معانا. طيب طبعا ما راح اروح فيها بعيد لسبب انه انا اخاف شباب، انا جدا خويف يعني، مو مركب عليها التامين. خمنوا سعرها الان اكتبوا بالتعليقات، خلينا نشوف من راح يجيبها صح يا جماعه الخير. 3 2 1 ترارارام، 6 مليون سعرها، اوكي 6 مليون هي مو كثيره ولكن احلى شيء انها 6 مليون، 600 الف تامين والسياره لك ان ذا بوكيت، اسرع سيارات. نحن الان صرنا التوب 14 على السيرفر يا جماعه، لاحظوا معنا مرة توب 14 على السيرفر، يعني انت متخيل توب 14؟ فانا يا جماعه ابي كل واحد يدبر سلاح ويكون جاهز، لاني راح اختار 15 شخص من الديسكورد الموجود بالفاميلي، ابيكم كلكم تجون على الديسكورد هذا خاص بالفاميلي فقط في لعبه جراند 5 الحياه الواقعيه، مو ديسكورد الثاني، هذا ديسكورد فقط للفاميلي هنا يعني، باي لحظه ممكن اجيكم واختار 15 شخص عشان نروح نشارك بهذه الفعاليه ونصور مقطع ونجرب حظنا. طيب راح نروح ناخذ الطياره الخاصه بممكالو الان يا جماعه الخير، وراح نمشي من هذا المكان مباشره. عيد وكر يا جماعه البيوت في السيرفر انفجرت بالفترة الأخيرة، حتى بيتي اللي ساكن بيت الفاميلي حطيت على الديسكورد مجرد إعلان إني أبيعه، تواصل معي مليون شخص يا جماعة الخير، حتى في شخص الآن يبيها ب 450 مليون، بس أنا متردد وين نروح بالفاميلي الآن، مو منطقي أروح أعيش الفاميلي بأبارتمنت وأبيع البيت بهذا المبلغ وبعدين أحاول أدور على بيت ثاني، يعني حتى هذا المبلغ إيش راح يجيب لي بالسيرفر صار؟ إن شاء الله ما يكون في هنا زحمة، ما يكون في أحد، وما في أحد والله نايس والله، أوكي. هذا يعتبر افخم بيت معانا في الريتشمان يا جماعه الخير، هذه الحاره اسمها ريتشمان راح تشوفونها مكتوب هنا تحت، وهذا يعتبر افخم بيت موجود معنا هنا، ولا حد يدقق بالستايل اللي انا مسويه الان كله خزعبلات يعني هذه، بس ما علينا لا تضخون شباب. المهم راح نجي الان نجيب الطياره معنا في هذا المكان اللي انا اشتريتها، سعر هذه الطياره يا جماعه الخير شوفوا سعرها الان 8 مليون و500 الف انا شاريها، مو حاط على انشورنس ولكن هذه طيارتي الخاصه. بوم بوم I want you in my room. Have fun together. السلام عليكم شباب، بالله عليكم بس تعالوا القوا لي نظره، بحاول نروح ناخذ فره كذا بالطياره لان انا مو كل مره اسوق طياره يعني، هذا بيتي القديم اللي كان موجود في هذا المكان، من اللي يتذكر هذا البيت؟ اخ لو كان معي هذا البيت الان، 450 مليون اللي يبي يتواصل معي على الخاص يا جماعه الخير ابيعك الله اللي يبي شباب تبي يتواصل معي الان، هذا البيت الا كان هذا البيت، شباب هذا هو البيت، هذا هو البيت وصلته، هذا هو البيت، دقيق هذا هو البيت. كان معي والله اني ما اذكر اي هو البيت، والله اني ما اذكر كل بيت شبه بعض، انا ترى ما شفت البيت الا مره واحده ورحت يعني ما اهتميت ابدا، قلت ايش ذا البيت المعفن، انا عارف انه بيت معفن، بس كان معي هليب واحده من هذه البيوت كان في هذا الشارع ما ادري اي بيت كان، كان مسبح وكذا مربع كبير بس في هناك كمان واحد اشك، المهم كان واحد من هذه البيوت ما اتذكر والله شباب اني ما اتذكر حتى رقمه ما عندي اياه. شباب انا دائما احاول ابيع المزرعه باسرع وقت ممكن خاصه بهذه الفتره، لان راح تعرفون اللي راح يصير، راح اعطيكم خبر صادم الان
في عندنا انجلش سيرفر 1 وفي عندنا انجلش سيرفر 2، يعني عندنا فقط سيرفرين، ولكن سيرفر ثالث راح ينفتح باخر هذا الشهر. وايضا عندنا تحديث خرافي راح ينزل، راح يقلب موازين اللعبه بشكل كامل. هذا التحديث راح ينزل ب 28 الشهر القادم يعني، والسيرفر الجديد ب 30 الشهر القادم. فراح نشوف ايش راح يصير معانا صراحه. يمكن اقتصاد هذا السيرفر راح يتدهور بعدين، راح يصير اسهل انك تشتري بيوت بحكم انه ممكن عدد كبير من الناس الان يتركون هذا السيرفر، بيوت كثير راح تنزل بالمزاد، كل شيء راح يختلف يا شباب. فالامر حماسي شويتين يعني، ترقبوا وراح اصور لكم كل شيء حرفيا. فاي اصلا ابتداء من الان راح اصور كل شيء يصير معي. والله اني صرت اخاف من هذا يا جماعه، لازم نبيعها والله ضروري نبيع هذه المزرعه، لازم المزرعه هذه تنباع والله. مو في حدا جنب هذه المزرعه؟ هذا باريو. ساعيكم الشاب، ترى هذا الحذاء منك باريو والله انه جدا خرافي. اصلا هذا الحذاء احسن من حذائك المعفن هذا اللي لابسه انت، مع احتراماتي لك يعني. لا تحكي عن حذائي احسن ما باريو. جاهز اليوم نروح نسوي ريد بالبث؟ هلا عم بقول لك قبل ما تفتح بث اشتري لك 10 دايس لا تنسى. بالله 10 دايس؟ طيب تعال تعال تعال. أيوة. مسوي بطل باري؟ مسوي بطل؟ نعم. لا خلينا نحطه يا جماعه الخير. انا ناقصني مليون، بحطه مليون الان. انا ناقصني مليون شباب، اوكي؟ خلينا نشوف اذا راح اربح المليون ولا لا. فكره الدايس انه اما تربح اما تخسر فلوسك، خسرت. ثانكس مان ثانكس. باريو بربك بدي اوصل فلوسي، كنت لهذا رجعني اياهم لو سمحت. لو سمحت لو سمحت رجع. تعال ارجع العب، تعال ارجع العب شباب. راح ارجع فلوسي والله، لازم ارجع فلوسي. لا لا كذا والله خسرت فلوس كذا. راح ارجعهم يا رب، رجعهم يا رب يا رب، رجعهم يا رب يا رب يا رب. والله باريو والله تندم والله. لا بربك باريو، قوي قلبك يا اخي، قوي قلبك. 4 مليون يلا، 4 مليون. لا لا تكسر معي والله بربك باريو. 4 مليون محمود، ترجع لي اياهم، ترجع لي اياهم. 4 مليون. 1 2 3 4 5 6 يا رب. والله شباب اذا خسرني راح اندم والله، والله راح اندم. يا رب اكسب هذه، يا رب اكسبها، يا رب اكسبها. لا 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 بربك باريو، رجع رجع، تعال رجع، ما ارضى. قسم بالله اذا هلا بخسر شباب والله الازعل، والله راح يرجع يلعبني. لا 7 مليون. لا سبعة. اسمعني باري انت هيك تسمعني؟ قوي قلبك. ايه راح اجرب الان. تمام يا رب يا رب شباب، يا رب شباب اكسبهم. ايه مو طبيعي، صار معي 184 مليون. تستحمل باري؟ والله ما بعرف انه اذا في قصه بعمل عم تاسع يكون حظي كله لدهلو. شباب لا حد يشارك في هذه الالعاب ابدا بتاتا قطعا نهائيا، هذا الدايس كله خساره فلوس. لا حد يشارك، اتمنى انكم لا تشاركون اليوم على البث، راح نرجع نسويها وراح نشارك يعني، ولكن فور فن. خلينا نشوف يا جماعه الخير. رجع الان 13 مليون. ايوه اوكي الله الله، حياتي مع هذه اللعبه معك تحلم. هذا الدايس ارميه بالزباله. شاركنا بالدايس يا جماعه الخير، تروحون عند اي متجر بقاله تشترون من عنده الدايس، وهذا الدايس تحاول تجرب حظك. بتحط سعر مليونين 4 5 السعر اللي تريده، انت حر تحط اي سعر تريده يعني، بس حط في بالك اذا في حال فشلت راح عليك المبلغ بالكامل. شباب ما خبرتوني رايكم عن هذه الطياره الرهيبه اللي انا شاريها، بالله عليكم مو حلوه؟ والله انها حلوه للتنقل، الاسطوريه جدا. تعال بس صف الطياره هنا، شوف عند الطيارات هنا في هذا المكان. خلاص هذه طياره بالجرين زون هنا. ننزل يا جماعه نلقي نظره ايش عندنا وما عندنا. ابي اغير الستايل عندي واللوك شويتين. 75 حبة للبامبكن، والله رهيبين هذول والله. تعالوا نشتريهم شباب. اوه والله اشتريتهم الان. اكثر شيء متحمس له بالتحديث الجديد هو نظام الباتل باس الجديد يا جماعة. انتم مو مستنين، باتل باس صار مثل فورتنايت، في اغراض نادرة بشكل مو طبيعي. يا الله محل الباتل باس صاير. طيب لما توصل هذه المنطقة من المتجر فاعرف انك خلاص ما راح تحصل شيء حلو يعني. هذه المتاجر شباب كلها متاجر يعني لكم عليها شويتين. واو الكونتينر ديزرت سكارف هذا شباب، والله نفسي يطلع لي ديزرت سكارف منه، بس احس مستحيل والله. شباب انا احس مستحيل يطلع لي ديزرت سكارف من هذا المكان. نفسي اشتري كل هذه الكونتينرات ونفتح فيهم، بس ايش الفرصه انه يطلع لي ديزرت سكارف من هنا؟ والله ما اعرف. تخيل اشتري 30 كونتينر ما يطلع لي ولا واحده. ترون شباب بضحي، بشتري يا جماعه الخير، بشتري والله، بشتري له كل الكونتينرات الان، وانا ابي لون محدد يطلع لي كمان. ليتس جو. شوف الان 63 كونتينر شريت، فلست صرفت مليون عليهم. هل انتم متحمسون يا جماعة الخير عشان نفتح 67 كونتينر بالديزرت سكارف عشان تطلع لنا واحدة من هذه الديزرتات؟ بسم الله بباشر الان، لان انا عارف انه مستحيل يطلع لي. اكتبوا لي تحت بالتعليقات تتوقعون راح يطلع لي ولا لا، ابي اشوف من راح يجيبها صح ومن راح يجيبها غلط. فين طيارتي اللي كانت هنا في هذا المكان؟ يا الله والله قهر شباب، ما ادري وين راحت الطيارة تبعي، اتوقع في حد ناداها. تعال نستأجر الدراجة الآن شباب، شوفوا هذه الدراجة محلاها. واو 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 واو. تعال تعال شباب، تعالوا نشوف إذا في عندنا بيوت جديدة في مكتب العقار ولا لا، عشان نحاول نشطح ونشتريهم ونبيعهم بأسعار أغلى، لأن هذه أحلى شيء ممكن تسويه بالسيرفر معك هنا. جيت إلى مكتب الباكج، جيت إلى مكتب العقار الآن شباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايش عندك الان من البيوت؟ خلينا نشوف الان 48 بيت شباب، طبعا كانوا تقريبا 57 بيت من اسبوع، ولكن الان العدد قل بكثير. خليني اوريكم الان بيت اذا كان فيه هليباد بكم راح ينباع الان معنا هنا. هذا البيت يا جماعة الخير 120 مليون، معروض للبيع 543، بيت جدا سيء. انا ما ادري ليش 120 مليون، هذه اكبر دليل انه الاسعار بالسيرفر صار فيها خلل بشكل مو طبيعي يعني. وشوف هذا البيت ب 300 مليون، رقم البيت 732، هذا البيت ماني اتذكره زمان جدا جيت وريتكم عليه، والان برجع اوريكم عليه بعد قليل. انا هذا البيت يا جماعة الخير صورت عنه مقطع كامل، كان نازل بالمزاد يعني شيء لا يعقل والله. ما اتذكر هذا كان مدخل البيت، من هنا تجي شوف معنا البيت، يا سلام تخش معنا في هذا المكان. سلام عليكم. وعليكم السلام. جينا الى هذا المكان وقتها شباب شيكنا. تعال شوف من صاحب البيت الان. صاحب البيت اسمه توماسو مارجيلا، فيبيع هذا البيت يا جماعة الخير ب 300 مليون. هذا البيت اتوقع انه انباع بذاك الوقت اما 70 مليون اما 100 مليون ماكسيموم، مو اكثر يعني. انا اشوف انه مبلغ جدا جدا مبالغ فيه 300 مليون على بيت مثل ذا يعني، بس ما ادري، كل واحد يسوي اللي يريد وكل واحد حر، كل واحد ممتلكاته يعني، ما يمدينا نقول شيء. الان يا جماعة الخير جيت الى البيت علشان تعرفون يعني اجرب حظي بالباكجات. عندنا يا جماعة 300 دولار، صراحة ما ودي اصرف كل هذا المبلغ اليوم، ابي اصرف نصه هنا ونصه على البث، ولكن باي لحظة ممكن اتهور واصرف كل هذا المبلغ لان ما طلع لي شيء. اذا ما طلع لي بنكملهم لل 300 دولار عمي، ما عندنا مزح هنا. طيب هل مستعدين شباب انتم؟ شباب ما ادري اي باكج افتح الان، اتوقع انه لازم بجرب حظي مرة في هذا الباكج يا جماعة، ممكن اكسب بوجاتي بوليد ما اعرف. بسم الله تعال نشوف. بسم الله يا رب يا رب باكج. انا حظي جدا 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 صاير، اوه 300000 جدا صاير حلو حظي شباب. طيب ايش ذا الصوت اللي جاي يطلع؟ ما ادري والله. فيكل رنتل از كومبليتد. طيب ايش اسوي لك؟ ارخص لك يعني؟ تبي رخص يعني؟ هذه رخص. ها عندنا هذه يا جماعه الخير بوغاتي السياره السوداء بالاعلى. افكر افتح من هذا الباكج ثلاث مرات يا شباب، ثلاث مرات مستحيل ما يطلع لي وحده من هذول الثلاثه يعني. اتوقع المفروض تطلع لي بوغاتي، هذه اغلى بوغاتي واسرع بوغاتي باللعبه، بوغاتي السياره السوداء 40 دولار. بسم الله يا الله يا القهر، يا الله يا القهر. 500000 يا الله. تعال نفتح واحدة من هذا الباكج أيضا عشان تطلع لنا واحدة من هذه المرسيدسات يا جماعة الخير. أي واحدة من هذول الثلاثة أنا راضي، بس ما يطلع لي هذول الاثنين. 31 يا رب. يا أخي ليش حظي كذا صاير بالباكج؟ أنا مو طبيعي والله. لا فتح ذا بالغلط، إيش ذا الباكج؟ والله إني ضغطتها بالغلط، كنت بطلع منها، مخي شارد. الله ياخذ وجهك، إيش ذا الباكج ال 15؟ ما يستاهل أصلا يا الله. اي طلعت لي سياره هنا، يا رب تطلع اول سياره، اول سياره يا رب، اول سياره. شوف حظي المعفن باثنين، يجي حظي حلو يعني الان. ايش ذا الغش والله؟ قسم بالله كنت بس بحاول افضي المبلغ عشان اخلي 100 هنا. ايش ذا الغش والله؟ غش والله. باخ معي 100 دولار شباب، اتوقع اني بفتح من بوغاتي السياره السوداء باكجين. اذا في حال كنت محظوظ راح اكسبها، اذا لا انا مو زعلان ابدا. ما عندي غير حل واحد شباب، باكجين من هذا 2 مليون وممكن تطمح للسياره. يا رب بوغاتي السياره السوداء، يا رب يا رب يا جماعه. بسم الله. الله يا رب بوغاتي السياره السوداء، ارجوك اعطيني البوغاتي. لا يا اخي لا 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 يا القار، لا يا شباب والله قار. يا الله يا التايرز، طلعت اكثر من كل حياتي هذه السياره يا جماعه، والله العظيم قهر يا شباب وربي قهر قهر. يا القهر 3 مليون و900 تنباع على طول معك الان هنا، ما عاد يهمني ذي السيارات كلها ما تهمني والله. جتني ضيقه يا جماعه الخير، ما ادري ليه راح افتح منه كمان واحدة. انا مضطر الان خلاص، صارت وصارت. بسم الله يمكن ما اكسب سي، انا متاكد ما راح اكسب. انا عارف مستحيل مرتين ورا بعض، تحلم هذا الحظ يجي مرة. 1,200,000 يا ساتر، وكسبنا مليونين كمان من هنا. حظي شويتين جالس يبكي في الزاوية يا جماعة يعني، انا كنت ابي هذيك السيارة بشكل مو طبيعي. معي 204 مليون الان ومعي مليونين في البنك، يعني معي 200. تدري ايش راح اسوي في ال 204 مليون هذه؟ راح اسوي شيء ما كنت ودي اني اتطرق له يعني يا جماعة. تتوقعون ممكن اذا في حال دفعت مليون اكسب هذه السياره؟ في كثير ناس خبروني ممكالو ممكن تدفع مليون تحصل على هذه، جرب حظك يعني. بجرب حظي اربع مرات، انا مستعد اليوم اتخلى عن 4 مليون عشان اجربها امامكم هذه، بس عشان المقطع يعني، والا مستحيل اسويها في حياتي. 4 مليون مبلغ جدا كبير يا جماعه، بس بجربها الان. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نجرب الان. بسم الله يا رب. باكج ابو مليون يا رب، تطلع لي المرسيدس بنز فيجن. اوكي اول شيء ما طلعت لنا، بس خلينا نشوف كم المردود من الفلوس الان. 400,000 بالنهاية، نحن دفعنا 600,000 على هذا الباكج يعني، حلو ممكن افتح منه خمس مرات بدل اربعة. طيب كمان مرة شباب، ما راح نستسلم، ممكن تطلع لي باي لحظة هذه السيارة اللي اقول. يلا كمان مرة، طبيعي جدا ان جالس تدفع مليون ما راح يطلع لك شيء، ولكن طلع لي 400. هاي 600,000 دفعت مرتين، صارت فلوسي 3 مليون، مما يعني اقدر الان افتح هذا الباكج ثلاث مرات كمان الان شباب، ثلاث مرات. اوكي ادي هذا تهور جدا كبير يا جماعة. طبعا في هذا الباكج وفي عندك ايضا هذا الباكج ايضا فيه. شوف هذه، واو والله هذا الباكج كمان خرافي شباب. شوف هذه السيارة الثانية،
تعال نحاول بهذا الباكيج كمان 800,000 ريال. اوكي بسم الله. ترى هذه الباكيجات فلوسها جدا غاليه يا شباب. 300,000 جبنا الان، يعني دفعنا 500,000 هذا الباكيج. اوكي راح افتح منه كمان مره الان. بسم الله، ابي هذه السياره الثانيه يا رب يا رب يا رب. والله احس صعبه، جالس العب بالفلوس انا الان لعب شباب، والله جالس اتهور الان. مع مليونين و300,000، مليونين 300,000 ايزي ايزي اقدر لسه اشطح فيها لسه. بس اعطني هذه السياره ارجوك يا رب يا رب. يلا دام مستحيل والله ذا الباكج مستحيل. كيف الناس تكسب من ذا الباكج؟ والله اني ما ادري. كمان مره من ذا الباكج نروح لهذاك الباكج. اوكي يلا بالله عليك اعطني هذه السياره ثانيه. ايه مو طبيعي مو طبيعي شباب، كل هذا الكم من السيارات مو طبيعي. 300,000 اوكي خلاص نروح لباكج ابو مليون الان. وبكذا بكون خسرنا كل فلوسنا في هذا الباكج التعبان اللي في حياتك لازم انت لا تدفع عليه مليون. ما في ما في ابدا، لا حد يحاول بهذا الباكج ابدا، ما ادري من راح يحاول غيري اصلا. 500 مسوينها كمان انه انيميشن يعني. طيب معي 900,000 شباب الان، لازم نفتح باكج كمان من هذا. راح افتح الان بسم الله. انسى الان خلاص ما نفتح منه ابدا. 400,000 اوكي رجعت فلوسي، صار معي مليونين و300,000 كذا بكون خسرنا 4 مليون على الفاضي تقريبا يعني. بس انه ايش نسوي ذا الموجود والله شباب. حاولت حاولت. ذا التيشيرتات انا حلوين والله. تعال اعطني التيشيرت هذا الاخير شويتين غير تيشيرتي. اوه اعطاني الاخير والله طلبته هذا شو اعطاني اياه. ايش ذا التيشيرت دقيق خلينا نجرب وينه. هذا هو. اوه ديم شوف كيف شكله شباب، والله شكله يجي منه والله. على الاقل احسن من التيشيرتات تنباع بالمتاجر صح ولا لا؟ والله انه على الاقل احسن، والله احسن. اعطي واحد ثاني الان. ايش ذا الباكج؟ علق عليه الباكج. لا خربتوا عليه الباكج، الله ياخذ وجهكم الان. ايش ذا والله ذا؟ لا مو حلو ذا بقدر ذا والله. ايش ذا؟ طلع لي اسوأ لون الان. اوكي اصلا كنت ابي هذا اللون الوحيد، ابي هذا الازرق اللي يطلع لي. ممكن هذا الازرق لو سمحت، احس هذا راح يطلع لون حلو. وليش هذا الباكج معلق ما ادري؟ ازرق طلع لي. ايش ذا الحظ شباب؟ جالس اطلبهم يطلعون لي والله. مستحيل والله. اوه شيت والله حلو ذا شباب، في كذا حركات تحسون يعني الان. والله انه حلو والله، مش سيء والله شباب، والله انه حلو. خليني اشرب المي هذه يا جماعه الخير، والله اني مقهور والله. على العموم يا جماعه الخير انا اتوقع خلاص هنا راح انهي هذا المقطع في هذا المكان، يعني مع الاسف حظي ما كان مبتسم بشكل كافي، ولكن تعالوا على البث المباشر اليوم علشان احاول اوريكم حظي المضبوط. فيعطيكم الف عافيه على المتابعه والمشاهده، ترقبوا مقاطع اكثر عن جراند 5 الحياه الواقعيه. اللي حاب ينضم معنا بالسيرفر يا جماعه الخير رابط كلها موجوده بالوصف، يعني سجل حسابك تعال انضم معنا، ولما لا نحاول نكون اقوى فاميلي بالسيرفر. هذا هو الفاميلي ديسكورد جالسين يحطون امامكم، ايضا راح احط لكم اياه تحت بالوصف يا جماعه. كلكم انضموا معنا على الديسكورد الخاص فقط بالفاميلي ومو ديسكورد ثاني يعني. لذلك ألقاكم بالحلقة القادمة في يوميات شرطي مع ممكالو. السلام عليكم في أمان الله.